السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت بتديله برومت يحوله لك لصورة، وهو متميز في ان انت عايز تكتب اي كلمة يقدر ان هو يكتبها. يعني هتيجي هنا وتبدأ تكتب الحاجة اللي انت عايزها، تمام؟ ومثلا نقول له ايه، تايبنج، اكتب، وبين قوسين مثلا هنقول له مثلا عمر. وهنا بقى بتختار الماجيك برومت، عايز ان هو يكبر لك في البرومت، يقدر ان هو يحط لك تفاصيل اكتر، وريشيو عايز تخليه مربع مستطيل، الموديل انا واحد هتشتغل بيه، والفيزيبيليتي بابليك ولا برايفت، يعني الصورة اللي تطلع الناس كلها تشوفها ولا انت بس اللي تشوفها. بدأ هو يعمل لك الصورة وكتب لك كلمة عمر. طيب ممكن مثلا نيجي على حاجة زي كده، عجباني الصورة ديت، فراح واخد الكلام وهاجي هنا واروح ناسخه، وشوف بقى انت عايز تغير ايه. تقدر تغير الكلام وتقوله جنريت، فيبدأ يعمل لك اربع صور مختلفين تماما، يعني مش هيبقى فيهم ولا صورة زي الصورة ديت. دي الميزة في الذكاء الصناعي، ان هو كل مرة بيعمل صورة مختلفة. ولو ما عجبتكش سهل جدا تقول له اعمل لي واحدة تانية وتالتة لحد ما توصل للصورة اللي انت عايزها، تمام؟ وتقدر تغير بقى، ممكن مثلا بدل 2D تخليها 3D، تغير تكست تكتب اللي انت عايزه وتقول له جنريت، فيعمل لك صور تانية وتالتة ورابعة لحد ما توصل اللي انت عايزه. مش شرط ان انت توصل من اول مرة، مع الوقت هتوصل من اول مرة، بس لازم تقعد تجرب كتير في المواقع لحد ما توصل ان انت تعمل حاجة صورة كويسة. ويبدأ يعمل لك صور بالشكل دوت.